في كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب النهاردة قالها لفريق كرة اليد للسيدات وللاعبات وللجهاز الفني والإداري والطبي. تعالوا نسمع ونشوف الكابتن محمود الخطيب قال إيه، ونرجع لسه هنتكلم كمان على تكريم فريق كرة اليد رجال. الحقيقة مع نهاية كل موسم وبيبقى فيه دايما سعادة في إن إحنا بنلتقي مع بعض وإحنا فايزين وإحنا محققين شيء طيب لنادينا وكمان في تاريخ كل واحدة فيكم، كل لعبة بتكسب ده بيضاف للنادي وبيضاف لتاريخ كنتوا كمان. بعد إن شاء الله ما تكبروا كده في السن وتبقوا قاعدين مكاننا هتفتكروا الأيام ديت وتفتكروا إن أنتوا يعني حققتوا مرد كويس أو تاريخ كويس. لكن النجاحات اللي موجودة بجهاز فني على مستوى عالي ولعيبة مجموعة لعيبة برضه على مستوى عالي وروح طيبة بين الجميع، أعتقد إن ده من أهم أسباب النجاح. إحنا كمجلس إدارة المفروض إن إحنا مهمتنا إن إحنا نوفر لكم كل الإمكانيات اللي من خلالها ممكن تحققوا مطلوب منكم. طلبت الحقيقة من الأستاذ خالد العوضي وبعدين الكابتن خالد العوضي علشان أعرف مسيرتنا السنة دي كانت عاملة إزاي. يعني ملخص أنا طبعاً عارف ده بس أنا طلبتها عشان أبقى شايفها قدامي. يعني أنتوا السنة دي كان عندكم المفروض لعبتوا 5 بطولات. كسبنا الحمد لله دوري وكسبنا كاس وكاس السوبر الأفريقي طلعنا ثالث، أفريقيا بطولة أفريقيا الأندية أبطال الكاس طلعنا ثالث، بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري طلعنا رابع. مش عايز أقول زي ما بعض الناس بتقول ده كده كويس، لا كده مش كويس بالنسبة لنا إحنا كنادي أهلي وكطموح اللي إحنا نحب إن إحنا نشوفه في النادي الأهلي. شيء طيب وشيء كويس ان احنا ناخد بطولة المعترات المحلية واخدينها يعني كذا سنة ورا بعض، ده شيء طيب جدا. عايزين يعني نوصل نفكر بقى بإذن الله في البطولات القارية والمشاركات العالمية. مش عايزين ابدا ان احنا نقل، مش عايزين ابدا ان روحنا تقل، والدوافع اللي احنا بنتميز بيها كنادي الاهلي واللوجو اللي انتوا لابسينه ده هي ده شخصية الأهلي. شخصية الأهلي بننسى الكلام اللي انتوا حاطينه دوت، بننساه خلاص، بنفكر في المجال ده عشان تستمر وعشان بقولوك تكتبوا تاريخ لناديكم وليكم. ده أمر مهم جدا.